عمرو أنور واحد من أمهر لاعبي كرة القدم المصرية، فهو اللاعب الشيك الذي لا تمل من رؤية الكرة في قدمه ولا تتوقع لمن سيمررها. عمرو أنور صاحب الأخلاق العالية والموهبة الفذة كلاعب ومدرب. بدأ أنور حياته الكروية بنادي النصر القاهري عام 80، وقضى موسما واحدا وتألق في مركز صانع الألعاب. انضم للأهلي عام 81 وتدرج في قطاعات الناشئين من 83 ل86، فرض اسمه كواحد من أبرز اللاعبين بالقطاع ليتم تصعيده للفريق الأول، ولعب مع العديد من النجوم مثل الخطيب ومصطفى عبده وأيمن شوقي ومحمد عبد الجليل. على طول ما بيخططهاش، بيسلمها مظبوط، وعمرو أنور يلعبها بالمقاس لعبد الجليل، هوبا عبد الجليل، هوبا جوه، جول عبد الجليل، احلى جول السنه. توج أنور بالعديد من البطولات مع القلعه الحمراء، حيث حصل على الدوري 4 مرات ودوري ابطال افريقيا مره واحده وكاس العرب مره والبطوله الافرو اسيويه مرتين. خاض عمرو أنور فترة احترافية خارج مصر في الكويت، ولعب موسما واحدا مع العرب الكويتي قبل أن يعود للقاهرة عن طريق القناة، وخاض مباريات عديدة معهم ليقرر بعدها الاعتزال والاستعداد للدخول لعالم التدريب. وبدأ مشواره في مدرسة الكرة بالأهلي عام 2004، وتقلد عدة مناصب بالأجهزة الفنية بقطاع الناشئين بالأهلي. وفي عام 2009 اختاره محمد عبد الجليل ليعاونه في الجهاز الفني للمقصة قبل أن يرحل سوية. انضم لقطاع الناشئين بنادي اتحاد جدة السعودي وحقق الكثير من النجاحات، وأصبح حديث الجميع بالسعودية. ثم تربع على رأس الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي السعودي لعدة مرات. قاد أنور اتحاد جدة للصدارة بالدوري السعودي، وقاد الفريق لتحقيق 7 انتصارات متتالية بعد أن كان الفريق يعاني من الهزائم المتتالية. وقبل أن يرحل ويتولى مدرب روماني الفريق، قامت الجماهير بتدشين حملة شكر لأنور في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ليعود أنور لقيادة فريق شباب الأهلي من جديد ويساهم في تصعيد العديد من النجوم للفريق الأول. حلوة لعمرو أنور، حلوة لعمرو أنور.